جمعت التيك توك، الكوارث اللي راهي صاريه في التيك توك. بون التيك توك هو ابليكاسيون تخدم بها لا ميوزيك ولا تخدم بها دي فيديو تاع ضحك ولا المهم حاجه يستفيد منها الشعب ونستفيدوا منها حتى احنا. مي احنا من زمان اللي شعب مثقف وعندنا ثقافه عاليه وشعب راقي، شوفوا واش راه صاري، تتخارج مع السهام الجابونيه. ماذا انت تغني؟ والله تشبه ابوكا. نعم انا كالوقت ان لم تقطعني انا اقطعك. نسرين بيما ما تيجي هنا خد فكره، اش فاهم مليح واش راك تقولي ليا، اش فاهم مليح استاذه في الدنيا مذكره هدى كريستال. منو منو قال لك منو هبولو شكلك حلو. شيراز You're gonna cheer for me like that louder. Yay. Louder. Yay. المهم هادو كاع نقولو ما عندهمش علاه يحشمو باسكو هادو غير تاع ملاهي وشغل ما عندهم علاه يحشمو دار يديرو دو صوالح. مي اللي راهي محيرتني انا وبغيت نفهمها الفرمليه اش راهي دير هنا في بلاصتها في السبيطار، هنا اش راهي دير وحده تخدم في السبيطار ماني ترقد لي نهار تتخارج تاني مع العلاقة. هادو جدد لي باغي تدخل للدومين تاع خويا. وجاب لك ربي كي تخطيني غادي نموت اتبهلي يا البرج العالي يلي ساكن فيك غزالي يا المريولات بكي حالي وهي تبغي الغالي وروح جمال بيه يلا 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 ايه وعنده الصح خويا لطفي بكام في بلادنا يولي وكل كي الشعب عبدو البنات يتعلموا يتعوجوا كي اللي ساكون تمسها ودقي صافي فمك تدي كيلو هريسة في العاودي. المهم انا قعدت ريسيرشي على السبب اللي خلت هذه الظاهرة كثرت، قعدت نحوس 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 من بعد لقيت زوج صوالح وما استثنى في هذا الشيء. الحاجة الأولى اللي هي كثرة العنوسة، البايرات بزاف بارد غالب، والحاجة الزوجة اللي هي غياب رقابة الأولياء، باسكو لو كان كاين رقابة ولو كان كاين تربية صالحة ما يصراش هذا الشيء والله ما يصير. والحاجة اللي حيرتني كي تدخل لليوتيوب تلقاهم مطلعين لي فيديو تاعهم وكاتبين مبدعون في تقليد الفنانين. وين راه الإبداع؟ أين الإبداع؟ هذا هو الإبداع، إبداع في العراق، إبداع في الخميت. المهم الله يهدينا الأحباب، لحقنا الله في انتهاء الفيديو، وما تنساش إذا عجبك الفيديو دير جيم وبارطاجي، والأهم ديروا لنا جيم في لاباج فيسبوك وأبوني تاني لاشين يوتيوب، وكيما العادة أنا نقول لكم يعيطوني سبيطار، سلام. Et spécial dédicace.